روح القدس الاله الواحد امين. زي ما ابونا بيقول كده بدا معانا يوم الثلاث السيريز بتاعتنا اسمها اين انت. إيه لو انا كنت دلوقتي جوه الهيكل وحاليا واقف في حته وقدامي انزل جوه صحن الكنيسه، فانا واقف في حته في النص، لو حد سالني اين انت اقول له انا في خوره الشمس. عايزين نسال كده من كلمه الله الثلاث اسئله دول: اين انت، من أين أتيت، إلى أين أنت ذاهب. هنشوف ثلاث مواقف بسرعة كل واحد في خمس دقايق. والسؤال مش الهدف صدقوني إن احنا نعمل وعظة في النهضة، الهدف فعلا إن احنا في وقت حرج جدا في العالم كله كل واحد فينا يدور أنا فين بجد. السؤال اللي أبونا كان طرحه اللي هو السؤال اللي ربنا طرحه على أبونا آدم وأمنا حواء في تكوين 3:9، قال له آدم أين أنت؟ الإجابة قال له سمعت صوتك فخشيت. ليه؟ انت اكلت؟ قال له المرأة التي اعطيتني خليتني اكل. الاجابه ممكن نخليها اجابه كده بلدي ونراجع نفسنا عليها: اين انت؟ انا مستخبي منك عندك. يعني ايه؟ يعني انا مستخبي منك عندك. قبل الكوفيد كلنا كنا بنيجي الكنيسه وفينا عدد كبير نشكر الله خدام، بس كانت ممكن تكون إجابتنا للأسف أنا مستخبي منك عندك. أنا واقف في خدمة ما في الكنيسة، يمكن أكون شماس، سامحوني، ممكن أكون كاهن، أكون واقف في الباركينج ولا واقف في الكيتشن ولا في أي حتة، بتعمل إيه؟ أنا مستخبي منك عندك. عارف مين واقف على المسبح؟ بيقولها أبونا كده في اسمة الميلاد: هوذا عمانوئيل. موجود معانا هنا على المسبح. واخدين بالنا ولا مش واخدين بالنا؟ كل واحد فينا مستخبي ورا حاجة، أو فينا كتير مش بنجمع كانوا مستخبين ورا حاجة. يجي ربنا يقول لنا طب اقعدوا بقى، استنوا شوية، اهدوا، وكل واحد فيكم هيقعد في بيته. هتستخبى ورا إيه؟ فينا ناس استخبت أول أسبوعين ثلاثة، قلنا إحنا آخر أسبوعين في البسخة، سوري، في صوم الميلاد وأسبوع البسخة، وهنعمل كل البيوت هياكل ولا مذابح ولا كنايس. رائع جدا. وبعد كده صلينا وما حصلش حاجة، فيش حاجة تانية استخبى منها أو استخبى وراها. السؤال الأولاني: أنا بستخبى، سامحوني، لما أكون عاكك. إيه اللي خلى آدم يستخبى؟ بيتحجج: المرأة التي أعطيتني هي اللي لخبطت الدنيا، أنا ما عملتش حاجة. السؤال الأولاني اللي قدامنا: أنت في الحتة دي دلوقتي ليه؟ وأنا في الحتة دي دلوقتي ليه؟ لأن أنا مستخبي منك عندك. عارفين زي مين؟ يونان كده في الإصحاح الأولاني لما قالوا أنت مين؟ ده الدنيا اتقلبت، إيه اللي حصل؟ قال لهم أنا عبراني خائف من إله السماء الذي صنع البحر والبر. يعني أنت مستخبي فين؟ جاي تستخبى فين؟ في البحر بتاعه، جاي تستخبى عنده. ساعات كده تبقى زي ما يقولوا عليها سكوزوفرينيا روحية: أنا أستخبى منك فين؟ عندك. ليه؟ أصل أنا عاكك. بس عايز استخبى ورا حاجة كويسة، خدمة، عطاء. ممكن يكون واحد بيدي وقت كبير للكنيسة، وفي ناس فعلا ممكن تبقى في الكنيسة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يقول لي مستخبي ورا إيه؟ هل كل اللي في الكنيسة باستمرار كده؟ ديفينتلي نوت. لكن السؤال الأول: أين أنت؟ لو أنت مستخبي منه عنده تبقى مشكلة كبيرة، لأنك مش هتاخد بالك، والناس هتقول عليا قديس كل يوم في الكنيسة وقديسه بتحضر كل مش عارف ايه. يقول لي اول سؤال: اللي مستخبي مني عندي مش قادر يحط عينه في عيني، مش قادر يرفع راسه. فينا ناس سامحوني عمرها ما اعترفت، وفي اللي بقاله 30 سنه ما اعترفش، و40 سنه بتعمل ايه؟ انا في الكنيسه مستخبي منك عندك. ايه حجتي وايه حجتك؟ يقول لي جه الوقت انه وقفنا كلنا قدام نفسنا عشان يقول لنا كفايه ايه؟ نتحجج. المستخبي منه عنده للأسف طريقه كان فين؟ هيطرد من الفردوس. يقول لي صح، المخبية اللي انت مخبي نفسك وراها مصيرها في الآخر آدم وحواء خرجوا برا الفردوس. فكرة ان مستخبي عندك منك بتخليني برا الفردوس. يمكن يكون لسه مقدر نفسي انا لسه ما اطردتش، اللي خلي بالك لحسن تطرد. آدم اول ما قال الكلام ده خرج من الفردوس. طب انا جاي منين؟ ماشي،
أنا دلوقتي واقف في خورس الشمس، جاي منين؟ في ناس جاي من الهيكل، في ناس جاي من الشارع. يقول كده، بصوا الآية ديت في سفر صمويل الأولاني أصحاح 30. اللي حضر بيحضر معاه درس كتاب أونلاين، إحنا كنا اتكلمنا على أصحاحات من 26 ل 30. في 30 آخره كده حصل حاجة غريبة شوية. رجع داود النبي لقى المكان اللي هو معسكر فيه، مدينة اسمها صلقة، اتحرقت وخدوا كل حاجة في البلد، خدوا كل الستات وكل الأطفال. داود كان ساعتها بقاله سنة وأربعة أشهر لم يلجأ لله ولم يذكر الله على الإطلاق. إيه اللي حصل؟ الستمية راجل اللي معاه عايزين بقى يرجموه، أنت اللي جبت لنا إيه؟ الكافية وضيعت الستات وضيعت العيال وضيعت كل حاجة. أول مرة نسمعها صح 30 عدد 6 يقول لنا إيه؟ وتشدد داود بالرب إلهه. هتعمل إيه؟ جاب الكاهن أول مرة وسأله، هنلحق؟ قال له اسأل ربنا كده، هات الأفود واسأل، لو رحنا هنجيبهم. طب نروح فين؟ دول خدوا كل حاجة ومشوا. بصوا الآية دي تقول لنا إيه؟ صح 30 صمويل الأول، لقوا غلام عدد 11، فصدفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء، وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليالي. فقال له داود، لمن أنت أو من أين أتيت؟ فقال له الغلام، أنا مصري عبد لرجل عمليقي وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام. السؤال التاني، جاي منين؟ ممكن أكون جاي منين؟ من أين أتيت؟ عايز أقوله كده، أنا ميت وضايع، ما عندوش رد تاني. ساعات كتير أوي بجاي فعلا واللي جوايا موت وضياع، بس أنا جاي. وجاي فين؟ جاي أتراءى أمام الملك، مش كده وبس، ده الملك اللي لقاه. السؤال التاني اللي بحطه قدامنا كلنا وأنا أولكم، لو أنا ضايع أو أنا ميت، في الأول كنت مستخبي منه عنده، دلوقتي أنا ضايع وميت ومفيش أمل حتى إن الملك يلاقيني، الملك داود لقاه وقال له حاجة واحدة، تعرف توصلني للناس دول عشان نجيب الستات ونجيب الحاجات اللي خدوها؟ قال له بعيدني بحاجة واحدة، لأنك لا تقتلني. وداود بعده بكده وداه ورجع كل حاجة. تاني سؤال يقول لي كده، من أين أتيت؟ مش مهم كنت فين، ضايع وميت، لكن الملك وجدني فغير كل حاجة في حياته، اداله هو أولا حياة، وصير هذا الميت الضايع وسيلة خلاص لآخرين. يقول لي تاني، إن كنت أنت مستخبي مني عندي عند الله طبعا، أو كنت جاي ضايع وميت، في فرصة جديدة. بس كم مرة هتتكرر الفرصة دي في حياتي؟ نقول إن الله مرحمه جديدة كل صباح، ودي حقيقة. لكن يرجع يقول لي، طب وإنت عمرك ده لحد فين؟ هتوقف إمتى وتراجع نفسك وتشوف إنت فين وجاي منين؟ زي ما قلنا من شوية، كل البيوت تقريبا أو معظم البيوت بقت كنايس في أسبوع البسخة اللي فات، وبعد كده ما احنا صلينا ما حصلش حاجة. يقول لي، أنت بتتبعني ليه؟ أنت شايفني ملك بجد أعطي حياة أبدية، ولا أنت شايفني واحد بتاع مصلحة هتيجي عندي هديك حاجة تاخدها وتمشي؟ السؤال لسه قدامنا كلنا، يا ترى أنا جاي الكنيسة ولا جاي النهضة ولا باجي القداس علشان أنا ميت وضايع؟ وزي ما بيقول كده في سفر التثنية أصحاح 22 يقول، وجدني لك فين؟ في قفر. عمل إيه؟ يقول غير الدنيا خالص، اداله زيت، طلع له زيت من صوان. صح 32 في سفر التثنية، موسى بيغني أغنية شعب الله كله، كنا فين؟ كنا 400 سنة في العبودية. يعني إيه؟ كنت ميت وضايع، من أين أتيت؟ ولكن مقابلة الملك تغير الحياة كلها. يقول لك كده، بقالك كم سنة بتيجي الكنيسة وكم مرة قابلت الملك؟ قابلت الملك مش علشان تتفرج عليه، مش عشان تقول ترنيمة، مش عشان تقول تسبحة، لكن قابلت الملك عشان يعطيني حياة، لم يأكل ولم يشرب 3 أيام و3 ليالي.
ساعات كتير قوي اللي انا مستخبي فيه عند ربنا شيء روحي، مش حاجه وحشه، واللي مضيعني شيء روحي. انا بجاهد، بجاهد من اجل ايه؟ عندي قضيه، بس القضيه عملت ايه؟ شالت عين على الملك. صدقوني الكلام ده ليا قبلكم وقبل لكل واحد فينا. لو عندك اكبر قضيه في العالم وفي الكون وفي تاريخ البشريه ونزلت عينك او عيدك من على الملك، يبقى في مشكله حقيقيه. نجتمع عشان نعمل عشية ونهضة وتسبيحة وكل ده عشان نقول إيه؟ إلى الشرق انظروا. يعني إيه إلى الشرق انظروا؟ حيث الملك جاهد جالس، حيث ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا يدينا أن احنا نفتش احنا فين. كتير قوي أجي الكنيسة وأروح وأنا مش عارف أنا فين، لا عارف أجاوب على إلى أين أنت ولا من أين أتيت. طلع أن أنا في حتة غلط وجاي من حتة غلط، يقول لي في رجاء. افتحوا كده معايا اللي معاه انجيل ولا موبايل، افتحوا سفر زكريا اصحاح 2. زكريا يقول لك بقى، طب رايح فين؟ تايه من زمان ماشي، وتايه دلوقتي وبرده ماشي، بس هتفوق امتى وانا هفوق امتى؟ عشان ابقى رايح بقى في حته مش بره الفردوس زي ادم لما قال له قال اين انت، ولا في موت وضياع زي الغلام اللي احنا حتى ما نعرفش اسمه ايه، ولكن وجد فأعطي حياة. بصوا معايا كده في زكريا 2، دي رؤية من الرؤى بتاعت زكريا. يقول إيه؟ وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه. الملاكين بيتكلموا، واحد فيهم سمي غلام، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن. سوري الآية الأبية، آية 2. فرفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ هنشوفنا أنت فين وجاي منين رايح فين بقى. فقال إني لي لأقيس أورشليم لألا عرضها وكم طولها، وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. يجب رايح، مش مهم اللي فات، مش مهم دلوقتي، بس لازم تعرف أنت فين عشان تمشي في الاتجاه الصح. قصة هنا دي نبوة أو رؤية شافها زكريا النبي. الشعب في الوقت ده تقريبا هو تنبأ سنة 520 قبل الميلاد. ليه بنقول التاريخ والتاريخ مؤكد عند معظم الدارسين؟ كان 4 سنين قبل ما يعيدوا بناء هيكل أورشليم. الهيكل اتهد سنة 586، 520 الناس رجعت من 16 سنة من سنة 536 قبل الميلاد، بس ما بنوش الهيكل. طب انتم بقالكم 70 سنة ولا 66 سنة بتعيطوا على الهيكل اللي ما اتبناش. الهيكل لحد دلوقتي ما اتبناش، رغم ان قرش الملك، نلاقي الكلام ده في أول إصحاح في سفر عزرا، قال لهم ارجعوا ابنوا الهيكل لأن إله السماء قال لي اعملوا كده. رجعوا وتلخموا كل واحد في بيته. فربنا بعت لهم زكريا النبي يقول لهم إيه؟ الوقت اتغير، كفاية كده، بقالكم 16 سنة بتبنوا في بيوتكم وبيت الله مش مبني. في العهد القديم كان الهدف المبنى لأنه المكان الوحيد اللي تقدم فيه ذبائح. دلوقتي بيقول لكل واحد فينا، الرؤية بتقول إلى أين أنت ذاهب؟ أنا رايح إلى أورشليم، اللي هي كانت رمزنا الأورشليم اللي هتتبني، اللي كانت تتهدد وتخربت، وبالنسبة لنا احنا إلى أورشليم السمائية. يقول لي مهما عكيت، صدقوني في الزيارات ساعات بتكشف إن في ناس بقى لها 15 سنة ما تناولتش، سامحوني في 40 سنة وما تناولش، صدقوا. بس كلنا فين؟ فينا اللي مستخبي منه عنده، وفينا اللي بيقول انا ميت ضايع كده كده، مين هيلاقيني في الصحراء ديت ويطلعني ويشربني ويأكلني بعد 3 ايام وانا مش لاقي حد؟ يقول لي كده راجع نفسك، ومش عيب تكون مستخبي منه عنده عمرك كله، ومش عيب تكوني بتقولي انا ميت وضايع. ميت وضايع ورا قضيه مهمه، مش قضيه عاديه. الراجل ده كان بيحارب ومرض، فالقائد بتاعه رماه في الصحراء. يقول لي جه الوقت ان عينينا كلنا تبقى على اورشليم بجد.
قول بس أنا وقعت ولخبطت وعكيت وعملت. يقول لي تاني مصدق باللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيفرق إن أورشليم هتتبني؟ يقول لنا حاجتين، أكون مجد في الوسط وسور نار من حولها. يقول لي لو أنت متكل على ذكائك وشطارتك وبراءتك مش هتنفع. المدينة هتتبني لأن الله هيكون في المجد في الوسط وسور نار من حولها. يقول لي مهما كانت حجتك وضعفتك ومشكلتك اللي ملهاش حل في عينيك، ما زلت أطلب نفسك أنت ونفسك أنت بالاسم. قول بس أنا عندي مشكلة، يقول لي تعال عندي، تعال عندي لأن أنا حبني أورشليم الجديدة. قول له طب والمشكلة؟ يقول لي المشكلة دي بتاعتي قبل ما تبقى بتاعتك. المشكلة دي عندي أهم مهمة جدا أكتر ما هي مهمة عندك وعندك. لكن لو كلنا تلخمنا في مشاكل وفي ظروف وفي أمراض وأوبئة، عينينا تنزل من على يسوع على طول. لما قال له كده يكون مجد في راسي، يعني إيه؟ عينيكم مش هتنزل من على المجد. لدرجة لما جه سليمان يقدس الهيكل، الكلام ده نلاقيه في سفر الملوك الأول أصحاح 8، يقول إن الهيكل اتملى غمام لأن مجد الرب تراءى في الهيكل. طب إيه اللي حصل؟ جملة جميلة جدا. مش أنت عندك مشكلة؟ مش أنت عامل نفسك قسيس وعايز تخدم؟ يقول لي آه. يقول كده ولم يقدر الكهنة أن يخدمه لأن مجد الرب عمل إيه؟ هو اللي عمل الشغلانة. العمل ما بقاش بشري على الإطلاق، بقى عمل مجد الله في الهيكل. يقول لي كده في آخر النهضة ولا في آخر يوم هتقعد تراجع نفسك، هتشوف فعلا هل في مجد. قول بس أنا حيطاني مكسرة. أورشليم الكلام ده احنا سنة 520، 516 يعني بعد 4 سنين بنوا الهيكل، لكن الأسوار اتعملت امتى؟ 445، يعني بعديها بإيه؟ حوالي 100 سنة. ليه؟ لما جه نحمية بعد كده. طب هي كانت بقى متسابة؟ يقول لا، وأكون سور نار من حولها. مشكلتك ومشكلتي والحاجة اللي شغلة بالي والواخدة عيني من على ملك الملوك، يقول لي سيبها لي أنا، وأكون أنا السور الحماية ليك ولعيلتك ولكل اللي حواليك، وأنا المجد اللي في الوسط اللي يجذب كل واحد. يجي يقول لي طيب ودورك بقى؟ مش أنت أصلاً بتيجي الكنيسة عشان أنت خادم في كذا وخادمة في كذا؟ يقول لي آه. بس خلي بالكم، ليه سامحوني في ناس مش بتيجي الكنيسة؟ الإجابة للأسف عشان إحنا بنيجي الكنيسة. ده زعلان من ده وده مخاصم ده، وده زعلان من أبونا وده زعلان من الشماس وده زعلان، كل واحد زعلان من حد. يرينا لما هيبقى في مجد في الوسط ونبقى عارفين كلنا بنبص على فين، كلنا رايحين على أورشليم السمائية وعنينا على أورشليم السمائية، الوضع يختلف. بصوا كده في ناس إصحاح زكريا 2 ونقرأ من أول عدد 10. يرينا مش هتتعبوا قوي في خدمتكم اللي بتعملوها تاني، لأن المجد الإلهي هو اللي يخدم، وعشان سور النار هو اللي يحمي. يقول لنا كده في عدد 10، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني هانذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. مش هيبقى عملك. هل يعني كده بقى نكسر؟ هنعمل كل حاجة بكل اجتهاد، بس وعنينا فين؟ نحو أورشليم. بتعمل إيه؟ بقيس أورشليم. ليه؟ لأن هيبقى فيها ناس مالهمش عدد. إيه السر؟ يعني هتبنوا أحسن كنيسة ولا أحسن هيكل؟ لا، سيكون الله في الوسط هو المجد وسور النار من حولها. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني هانذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. إيه اللي يحصل؟ فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني لك. يعني إيه يتصل بك أمم كثيرة؟ حضور الله في وسط شعبه، توبتي وتوبتك وتوبتك، تقول الناس عايزين نبقى زيكم. ما بيجوش ليه؟ مش عايزين نبقى زيكم. عشان كده يقول لنا يوم ما أنا أعرف أنا فين وأعرف أنا رايح فين وجاي منين، تتغير كل حاجة. السؤال تكرر كتير أو في كتاب أول، من أين أتيت ولا أين أنت ذاهب وأين أنت، تكرر كتير أو. بس ده مش بنعمل بحث بتقالت فين، ولكن أنا ببحث في قلبي أنا وفي فكري أنا وفي مشاعري أنا، وكل واحد فيني يبحث
لا يهم ان انا عكيت وهربان منه عنده، لكن لازم ابقى شايف كده، مش شايف لا انا بخدم وبروح الكنيسه وكل حد وكل سبت. يقول لي بس خليك حقيقي مع نفسك، لان اللي خلى ابونا ادم يستخبى خطيته مش اي حاجه تانيه، مستخبي فين؟ عنده. اللي خلى يونان يهرب من اله السماء صانع البحر والبر جوه البحر خطيته وعدم طاعته وعصيانه. كنت زي الغلام التاني اللي مش عارفين اسمه، الغلام المصري اللي كان مع عمليق وميت وضايع. يقول لي يمكن تكون اول مره في حياتك تفكر تعترف او تفكر تتوبي، اصل اللي عندي ما يتقالش، صدقوني ابونا سمع 500 مره. والله مستنيكي ومستنيك تقدم توبه حقيقيه، والله قادر ان يعطي غفران حقيقي. ليه؟ لان لما هنكون عيننا كلنا على اورشليم تسكن كالاعراء، عارفين يعني ايه كالاعراء؟ هتبقى مدينه ملهاش حيطان ملهاش حدود. ليه؟ لانه داعي كل البشريه. حافظين كلنا الايه بتاعت يوحنا 3:16، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. عشان ايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يقول لي انت بتتفرج على الايمان ما قربتش، عشان كده مش فرحان، عشان كده مش مصدق ان انت واخد حاجه، مش مصدق ان انت واخدي حاجه. فينا كتير عندهم اختبارات جميله قوي مع تعاملات الله. يقول لي بس اوعى تكون عينك نزلت بسبب اي مشكله بعيده قريبه طويله في اي وقت. ليه؟ لان النداء بتاع بولس الرسول سيبقى الى الابد في اعمال 17:30، الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أثمات الجهل. ربنا يدينا نعمة نفحص أنفسنا ونجري ونقول كالأعراء تسكن أورشليم، لأن مجد الرب يكون في وسطها ويكون سور نار من حولها. له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. أمين.